فازت جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم في الجزائر بالانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت السبت وشهدت مقاطعة كبيرة، إذ بلغت نسبة الإقبال على التصويت وفق الأرقام الرسمية 23% فقط في أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد. وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة دعوا إلى مقاطعة الانتخابات، وشكل فوز جبهة التحرير الوطني مفاجأة نظرا إلى التراجع الكبير الذي شهدته شعبيته بسبب ارتباطاته بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه الحراك للاستقالة في 2019، على الرغم من أن هذا الحزب ما زال يتمتع بقاعدة قديمة وواسعة. وأظهرت النتائج الرسمية المؤقتة أنه على الرغم من فوز الجبهة إلا أنها سجلت تراجعا كبيرا على صعيد عدد المقاعد النيابية، إذ أنها خسرت 50 مقعدا وبات لديها أقل من ربع أعضاء المجلس الجدد. بالمقابل حاز حليفها التقليدي حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 57 مقعدا وحل رابعا، أما الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد حركة مجتمع السلم فحل ثالثا مع 64 مقعدا.